السلام عليكم. اليوم رايحين على عطايا، زي ما شايفين الساعة هلا 5:30 الصبح، عشان هيك موطي صوتي مشان ما بدي اصحي حدا. هاي الشمس لسه عادي عم تطلع، فبديش اصحي ولا حدا من الجيران. هلا رح نكون نعمل تريب تبعتنا اعزا لوين؟ لعنطاليا. ووب بليكس لكم في الفيديو. هلا نحن زي ما حكيت بالوقت الاول، نحن هلا بانطاليا. يعني المناظر جدا جميله. نحن هلا طلع هذا المناظر صح. هلا نحن رح نطلع التلفريك مشان نطلع على بالضبط على لا لا وضح رح نطلع بالضبط على التب تبعت هذا الجبل. هذا وكتير طويل، فحكوا عبر ما نطلع لهناك بالتلفريك رح نقعد بطريقة اتليست ربع ساعة، فبشوفكم لما نوصل. هلا شباب، يا بتكس جددك كمان مرة. هاي خلصنا من الهاي، هلا نحن وصلنا اون توب. وي طلعوا الفيو. هذا الفيو صح. ايوه، ف الفيو فنان والله خرافي. انا مش عارف، بس يمكن اجرب هاي السلينج شوت. ان شاء الله اجربها، اذا كان عندي الجرعه راح اجربها. فان شاء الله توقعوا هاي. واي كمان فيو، هاي احلى فيو بشوف حياتي، كله جبال ومي حواليه، كله بوند وهذا. ف برجع لكم لما ننزل تابا. ارجع لكم في الفيديو. هلا نحن بمطعم فكرته جدا كويسة. المي في المحل والقعدة رائعة، وفي تحتينا بمشي بطاطا وسمك. هذا يمكن أحلى مطعم شفته في حياتي، وفكرته خرافية. لما نيجي أكيد بفرجيكم بعديها على الأوتيل. هاي شباب، وصلنا الأردن. كان كتير حلو، سفرة خرافية، خصوصا بس صورت يمكن يوم منها، بس السفرة كانت خرافية. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفلوق. ثمز اب، سبسكرايب، ومع السلامة. باي.